إذا سهى المأموم ثم أتم الصلاة بعد إمامه فهل له سجود سهو أم لا؟ إذا كان نعم إذا سهى يقول إذا سهى المأموم عليه سجود السهو في ثلاث حالات. أولا إذا كان مسبوقا وسهى مع إمامه أو سهى فيما قام يقضيه، إذا كان مسبوقا فإن إمامه لا يتحمل سجود السهو عنه فيسجد عند السلام لأن هذا سهو خاص به. الحالة الثانية يعني أجملنا حالتين، إذا سهى مع إمامه وهو مسبوق يسجد للسهو عند السلام. الحالة الثانية إذا سهى فيما قام يقضيه بعد إمامه أيضا يسجد للسهو. الحالة الثالثة إذا لم يسجد إمامه، هو يرى سجود السهو وإمامه لا يرى سجود السهو في هذه الحالة فإنه يسجد هو. نعم. أحسن الله إليك. أما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه ليس عليه سجود سهو، إذا سهى هو فلا يسجد لأنه يتحمله عنه الإمام، وإذا سهى الإمام فإن المأموم يسجد ولو لم يسهو المأموم تبعا لإمامه. الصحابة فيما مركم من الحديث أنهم سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والسهو لم يحصل منهم وإنما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمأموم يتبع إمامه.